لما كنا بنحدد الخلق، امال دلوقتي احنا بنحدد ايه؟ بنحدد شيء اخر، بنحدد الحفره اللي تحت الخلق. ده تلك نقرة ودي نقرة. حد تاني؟ تحت الوجنات. اللي هي كثافات ما تحت الوجنات. فبناخد لاين من التريجس للانجل، وبعد كده بنطلع من اللاترال كانسس عمودي بيربنديكولار، بيقطعهم في نقطة. من هنا نبدأ نمشي نحقن فان تكنيك. أنا عن نفسي كشريف بفضل هنا أستخدم الكانولا بقى، لأن مساحة كبيرة والبتاع طويلة، فالكانولا هي اللي هتسعفني. لكن لو هشتحن بالنيدل هضطر أشكشف المريضة كذا شكل. وأظن يعني أنا اشتغلت إمبارح كده. دكتورة ميس أنت اشتغلت بالكانولا إمبارح؟ لا ما اشتغلتش بالتشيكس بالكانولا؟ لا لا اشتغلت بالنيدل؟ بالنيدل، كله مشتغل بالنيدل بقى. امال انت اشتغلت كانولا ايه؟ نزل بيها الفول؟ ما اشتغلنا بقى، انا قلت لك رايح اشتغل، قلت لي خليهم على النيدل. اوكي. خلينا اتفقنا ان اليوم نشتغل بالكانولا. تمام، اوكي. نسيت اطلب من ابو الشركه يجيب لي كانولا. بكره راح نشتغل كانولا.